السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، يا رب تكونوا بخير. وبالنسبة اللي بتفرج عليا لأول مرة، ما ينساش اللايك ويشترك في القناة، وأهم حاجة يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، كل ما يخص الإلكترونيات والترددات الفضائية والأحداث الرياضية. في الحلقات اللي فاتت شرحت لحضراتكم طريقة التعامل مع جهاز ستاربورد 800 بلس الكوري. ريسيفر ستار بورد 800 بلس الكوري من احسن الاجهزه اللي هتقابلك في السوق، وجهاز جميل جدا، ويا بخته اللي عنده جهاز زي ده مثلا في البيت، او لو حضرتك عندك الجهاز في البيت. من خلال الشروحات اللي انا بقدمها هتقدر تتعامل مع الجهاز بتاعك بكل سهوله، سواء حضرتك فن مبتدئ في مجال الالكترونيات او الجهاز عندك في البيت. وعرفتكم من خلال الفيديوهات اللي فاتت ازاي نتعامل مع الجهاز من خلال البحث، يعني لو الجهاز بتاعي ناقصه قنوات كتير وعايز انزل عليه كل الترددات، اقدر ادخل على خاصية البحث التلقائي من خلال زرار المنيو واضيف كل القنوات عن طريق البحث التلقائي. وايضا من خلال البحث اليدوي اقدر اضيف اي قناة او اي تردد نزل عندي جديد. والفيديوهات اللي انا قايلكوا عليها دي موجودة عندي داخل القناة، تقدروا ترجع لها بسهولة. وعرفتكم ايضا في فيديوهات قبل كده ازاي نتعامل مع القوائم الموجودة داخل الجهاز من حيث قائمة الترددات، وازاي نعدل على القائمة دي سواء بالاضافة او الحذف او اي خاصية احنا عايزين نعملها، او سواء تحرير التردد. يعني بطريقة سهلة جدا اقدر اعدل على الترددات من حيث الاضافة، او لو عايز اغير في رقم معين في التردد بتاعي. وايضا شرحت لكم ازاي نتعامل مع القنوات، كل القنوات الموجودة عندي على الرسيفر، من حيث ترتيب القنوات، يعني ازاي احرك قناة من مكانها. وايضا لو في قناه مش محتاجها او قناه قفلت اشاره، عرفتكم ازاي نحذف القنوات بطريقه سهله جدا. يبقى عرفنا ازاي نعدل على القنوات، وعرفنا ازاي نعدل على الترددات. وفي الفيديو اللي قبل ده على طول عرفتكم ازاي نغير في شكل الجهاز لو انا مليت من الشكل اللي عندي، او حبيت احصل على شكل جديد، وده سيم جديد مش هنلاقيها الا في ستار بورد والاجهزه الجميله الموجوده اللي بتحتوي ايضا على الخاصيه دي. وكل الفيديوهات موجودة ان شاء الله داخل قناتي، تقدروا ترجعوا لها وهتستفادوا منها اكيد، سواء عندكم الجهاز دون او اي جهاز بيحتوي على نفس القوائم ونفس الخواص بتاعته. حلقة النهاردة مميزة وفريدة من نوعها، وفيها ميزة خطيرة صعب نلاقيها الا في جهاز ستار بورد ونفس الاجهزة الجميلة اللي بتحتوي على نفس الخاصية دي. عشان نعرف الميزة دي لازم نكمل الفيديو مع بعض، او نكمل الشرح للاخر. اول حاجه عرفنا الريموت البديل لجهاز ستار بورد اللي هو ريموت هيروشيما 3 تمانيات الكوري اللي بيحتوي على 3 صف من تحت، او ريموت فيجا 3 تسعات اللي بيحتوي على صفين، او اي ريموت زي الجاك سات وريموت الريال وكل الريموتات الشبيهه. يبقى خلينا مثلا في ريموت الهيروشيما اللي متوفر بزياده، هجيب الريموت بتاعي اللي هو ريموت الهيروشيما الثلاث تمانيات، واضغط على زرار المنيو، ونفس الخواص موجوده ايضا في الريموت سواء بالتحريك او بالمنيو او باي خاصيه انا عايزها. بعد ما ضغطت على زرار المنيو، كل اللي هعمله هقف على كلمة تنصيب واضغط اوكي. عشان احصل على الميزة بتاع الفيديو بتاع النهاردة لازم نتابع الخطوات بالشرح بالتفصيل. بعد ما ضغطت على زرار المنيو هقف على كلمة تنصيب واضغط اوكي، وادخل كلمة سر بتاعت اللي هي 4 اصفار او اي كلمة سر موجودة عندي، هينقلني للقائمة اللي بعد كده. بقف على قائمة قنوات المستخدم، وبقول تاني قائمة قنوات المستخدم دي الميزة او اللي موجود فيها الميزة بتاع الفيديو بتاع النهاردة. هلاقي عندي خاصيتين صعب نلاقيهم في الاجهزة اللي متوفرة، او في اجهزة كتير موجودة الوقت في السوق ومش هنلاقي فيهم الخاصيتين دول. تعالوا نتعرف على اول ميزة، وهي خاصية التوفير. مجرد ما بقف على قائمة قنوات المستخدم واضغط اوكي، هقف على اول واحدة اللي هي كلمة توفير واضغط اوكي. والميزة دي معناها عشان اوضحها لكم بكل سهولة، يعني باخد نسخة احتياطية من ملف القنوات او الشكل او القوائم كلها الموجودة عندي على الرسيفر، واحتفظ بها داخل الابرم او داخل الفلاشة بتاعتي او داخل الذاكرة بتاع الجهاز. وديا اكيد هحتاجها بعد كده، بحيث لو طفل عندي من الاطفال لقى في القوائم او لقى في القنوات، او انا ضغطت بطريقة الخطأ على اي قائمة او اي خاصية، او القائمة اللي عندي اتغيرت كلها، بسهولة جدا اقدر ارجع للقائمة الاساسية او الترتيب اللي انا كنت عامله. والميزة دي ميزة خطيرة جدا، وبقول ميزة إضافية وجميلة وروعة الروعة، صعب نلاقيها في أجهزة كتير، وهي الرجوع للقائمة الأساسية. أول حاجة بعملها بضغط على التوفير أوكي،
والجهاز هيسألني هل تريد أخذ نسخة من البيانات. كل اللي بعمله بتحرك بالسهم اليمين والشمال وأقف على كلمة نعم وأضغط أوكي، وبكده أبقى حصلت على نسخة من القوائم اللي موجودة عندي أو قائمة القنوات الموجودة على الجهاز بنفس الترتيب. بسهولة جدا أقدر برضو أحمل النسخة دي في أي وقت. كل اللي بعمله عشان أحمل النسخة بدخل بنفس الخطوات، أقف على قائمة القنوات المستخدم وأجي على تاني خطوة اللي هي التحميل وأضغط أوكي، وبالتالي الجهاز هيسألني هل تريد تحميل القنوات. كل اللي بعمله بتحرك بالسهم اليمين أو الشمال وأضغط أوكي، وبكده أبقى حفظت النسخة أو نزلت النسخة اللي أنا حافظها على الجهاز. ده كان الشرح بالنسبة للقائمة العربي. تعالوا نشوف الشرح على القائمة الإنجليش. بنفس الخطوات برضو بضغط على زرار المنيو من الريموت، وأقف على كلمة انسليشن وأضغط أوكي، وأدخل كلمة سر بتاعتي 4 أصفار وأضغط أوكي، وأنزل على حاجة اسمها يوزر شانل ليست وأضغط على أوكي اللي هي يوزر شانل ليست ورقمها 5 في القائمة. بعد ما ضغطت على يوزر شانل ليست ألاقي عندي خاصيتين موجودين داخل القائمة دي، واحدة مكتوب عليها سيف، بضغط عليها أوكي عشان أخد نسخة من البيانات الموجودة عندي أو القائمة الموجودة عندي اللي هي بتاع القنوات الموجودة على الريسيفر، وأتحرك بالسهم اليمين أو الشمال وأول ما بتحرك بالسهم اليمين أو الشمال هيظهر معايا كلمة يس، بقف عليها وأضغط أوكي من الريموت. مجرد ما ضغطت أوكي على كلمة يس يبقى أنا كده أخدت نسخة من البيانات أو من قائمة القنوات الموجودة عندي على الجهاز. بطريقة سهلة جدا لو دخلت أيضا بنفس الخطوات على زرار المنيو ودخلت على كلمة انسليشن وضغطت على كلمة سر اللي هي 4 أصفار وانزل تحت على يوزر شانل ليست اللي هي اللي فيها الميزة الإضافية أو الميزة الجميلة جدا اللي موجودة عندي في ستار بورد 800 بلس، أقدر أدخل بعد كده على الخاصية رقم 2 اللي هي اللود، ومجرد ما بقف على كلمة لود وأضغط أوكي هيظهر لي رسالة هل تريد تحميل البيانات، فيما معناها تحميل البيانات المتخزنة على الذاكرة أو الموجودة داخل الجهاز. بطريقة سهلة جدا بتحرك بالسهم اليمين أو الشمال وأقف على كلمة يس، أختار كلمة يس وأضغط على أوكي، ومجرد ما بضغط أوكي على كلمة يس الجهاز هيعمل تحميل أو داونلود للنسخة أو الملف اللي أنا محتفظ بيه قبل كده، وأقدر أرجع للنسخة دي في أي وقت في حالة حصل لعبة في ملف القنوات أو في القوائم اللي عندي أو أنا ضغطت بالزرار الخطأ أو بطريقة الخطأ أو على أي زرار أو أي خاصية بطريقة غلط، أو القوائم اللي عندي اتغيرت أو شكل الجهاز أو أي حاجة حصلت أو أي لعبة حصل عندي في الجهاز، فال عندي لعبة في القائمة أو غير أي حاجة من قائمة البيانات وقائمة القنوات الموجودة على الريسيفر، أقدر أرجع للنسخة بطريقة سهلة جدا. تعالوا بقى للمفاجأة اللي أنا عنها لكم لآخر الفيديو. في حالة ضبط المصنع، لو أنا عملت للجهاز ضبط مصنع أو حصل ضبط مصنع بطريقة الخطأ أو حد دخل على قائمة ضبط المصنع، تعالوا نشوف إيه اللي هيحصل بعد ضبط المصنع. طبعا الناس كلها هتتفاجئ وهيقول لي لا ده الجهاز كده خلاص باظ ومعادش نافع، أو الجهاز كده كل اللي عليه اتمسح وكل قنواته اتمسحت. لا أنا أطمنكم بقى الميزة اللي موجودة في ستار بورد 800 بلس، عشان كده أنا ضفت لكم الميزة دي وعملت لها فيديو مخصوص وشرحت لكم إزاي نتعامل معاها. الميزة دي تقدر ترجع لملف القنوات حتى بعد ضبط المصنع، وتقدر ترجع للقائمة الأساسية أو القائمة الرئيسية بملف القنوات ظاهر بالترتيب بتاعه بنفس الخواص اللي أنا كنت محتفظ بها، من خلال الدخول برضه على قائمة القنوات أو قائمة القنوات المستخدم، أو لو القائمة اللي عندي بالإنجليش بدخل على اليوزر شانل ليست واختار كلمة لود أو اختار كلمة تحميل وحمل ملف القنوات من جديد، وبكده النسخة رجعت لحالتها الأصلية أو الحالة الطبيعية اللي كانت موجودة عليها، والملف القنوات ظهر معايا بترتيبه والقنوات كلها ظاهرة بدون أي مشكلة والجهاز رجع لحالته الأساسية. يبقى ميزة خطيرة جدا وميزة رائعة وجميلة جدا من وجهة نظري، شايفها إن صعب تتوفر في أجهزة كتير من اللي موجودة في السوق، وهي الاحتفاظ بنسخة أساسية أو بنسخة من ملف القنوات الأساسي أو النسخة من القوائم الأساسية اللي موجودة عندي في الجهاز، بحيث لو حصل أي عبث أو أي لعبة في الجهاز أقدر أرجع لها في أي وقت. وملحوظة برضه ما ينفعش أخد نسختين فوق بعض، لأن النسخة الحديثة بتلغي النسخة القديمة، فنصيحة قبل ما تحتفظ بأي نسخة إضافية لازم تكون متأكد إن النسخة الأخيرة دي هي أحدث نسخة متعدلة عندك أو آخر نسخة حديثة موجودة، لأن كل النسخ الجديدة بتلغي اللي قبلها أو أي نسخة بحتفظ بها إضافية
بتلغي النسخة اللي قبلها مباشرة أو أي نسخة متخزنة قبل كده على الجهاز بطريقة سهلة جدا من غير ما تروح لأي فني ومن غير ما تستعين بأي فني عشان يبرمج لك الجهاز أو يرجعه لحالته. لا، لو حضرتك الجهاز عندك في البيت أو حضرتك فني بتتعامل أيضا في مجال الإلكترونيات ومبتدئ في المجال، تقدر تحتفظ بالنسخ بتاع الزباين عندك على الجهاز بدون الرجوع أو بدون اللجوء إلى الكمبيوتر أو أي لابتوب أو بدون اللجوء إلى الخواص اللي احنا بنستعملها عشان نحمل السوفت أو ملف القنوات بالخطوات اللي هي الحديثة. يبقى بطريقة سهلة جدا من داخل الجهاز نفسه وأقدر أحتفظ لكل زبون أو العميل يبقى له نسخة احتياطية على جهازه. ولو الجهاز عندك في البيت، نصيحة مني، يبقى لازم تركز في الخطوات اللي أنا شرحتها في الفيديو بتاع النهاردة، وبسرعة تاخد نسخة من ملف القنوات وملف القوائم اللي موجودة عندك وتحتفظ بهم على جهازك دون اللجوء لأي مركز صيانة في حالة أي وجود أي مشكلة بالنسبة للرسيفر. وبكده حلقة النهاردة خلصت، واستكمالا لسلسلة شروحات جهاز ستاربورد 800 بلس الكوري وكل الأجهزة الشبيهة وكل الأجهزة الإلكترونية الموجودة في السوق، لو عجبك الفيديو أو استفدت منه أي معلومة اضغط لايك واشترك في القناة، وأهم حاجة تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.